بسم الله الرحمن الرحيم. وسع على وسع احنا عليك. بننظف النهارده في مكان اسمه منطقه البير الوسطاني او بير علي، عين علي عين صح؟ علي. عين علي او البير الوسطاني، دي طبعا رقم 9 تقريبا النهارده، بس يعني ايه، ربنا يقدرنا ان شاء الله وننظف المكان كله باذن الله. اتفضل يا باشا. تاني واحدة اهي، في واحدة في الحيطة خلاص خلاص، هو انت اهم حاجة تموتها. مش استنى بس، ايوه بس امسح يا عم. لا 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 تفضل، نشال اوعى تقع على ايدك، حاجة اللي وقعت على ايدك مش جاب ايدك. استنى استنى عبود، استنى عبود عشان سندها لسه. بس لا لا بس الاول عشان الحيطه فيها، عشان الحيطه فيها، عشان الحيطه فيها واحده. انا اللي اسالهم عليه. نور نور لي نور لي كده، نور هنا نور هنا نور هنا. لا يا عم حسب شفتوا كم واحد دلوقتي كتير يا حسب، بامانه والله والله يا حسب. عين عليا انا عارف، هات في بس الكشاف نشوف. بس نور نور الكشاف تاني يا استاذ. ورني بس بقى حاجه كمان. خش على العرض دلوقتي يا عبود، اطفي النور يا احمد. ما تسيب في النور ده غير اللي هركناه هناك. كام دول بس يا محمد؟ يعني ايه ده العصايه بتاعتك دي؟ بص هتاكلها يا بو. نور عليه يا عبودة، اقتل يا عبودة. انت قشع ولا مش قشع؟ ذوب موتي، لابد ان تموتي كي لا يخدع رجال اخرون. هاملت بتاع العقارب، اعتزندها معك عصايتين وارميها عشان وش عبود. بص يقرب لها ازاي. برضه المشوار مجاش على الفاضي. هنا واحدة. لا واحدة مش أي كلام يعني. ولو دورت تاني هتلاقي. بإيدك يا عبودة ما خلاص. عبود الشاطين ده تعال من هنا عبود. ايوه ادي دوس على وشها. الشقة ده جامد ده كده المفروض ماتت. خلاص ما تسيبها بقى. لا خليك. بص بص صور معايا. بص بتقحط في العصايه، حاول تشق العصاية ولغاية دلوقتي. بص استنى كده يا محمد. لا لا ما تخافش ما تخافش، بسم الله سيبها سيب العصاية اللي معايا مسنون سنت يعني ما تبوظش السن. نور عليه، خلي بالك الخاخة دي بتعافر بزنتها.
دي تشكت العصاية حوالي 15 مرة. انور كده على الفيديو، نفس الفيديو عشان نشوف، عشان نقام من تحتينا. تعالى باش كده باش، تعالى بقى اديني المانجل لو سمحت. سيبهم كده ما ترحهم لما نجيب. لا لا انا عايز. طب ماشي بعد اذنك المانجل هقطع الزناد. لا سيب بس، سيب شغل شباب، هم مش يتحركوا. دي بتبص بص 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 يا خاخ، عد كده يا محمد بتشك. بص بص، لا دي بتشك بقوة، بتشك في ال تسيبها مكانها كده. بس دي تفضل، انت بقى احنا صدنا كده، ده تفضل حية يا خوخ. ماشي احنا نموتين امتى؟ زرق خلاص خوخة. مش عارف راسك من رجليك. اربعة خمسة ست تمانية تسعة. لا دي بتنايم لسه حي. عاش. اه تقرص عم تجري ولا شيء جوه في المي؟ المي ممكن عصير فيه ولا حاجه. هي ايش كاذب؟ مش راضيني بامانه. احنا المفروض كل واحد في عين عليه ده يبقى معاك كشاف زي دي. وين شكلك الشكل ده؟ بص 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 بينوروا ازاي؟ حتى وني مايك كام كده يا عبوده؟ قلت ايوه ما هي بتنور. 12 بتنور هي، عشان 12 دول الكبار اللي صورناهم، انما الصغيرين ما صورناهم. في حاجات موتناها جوه وفي حاجات موتناها وسبناها ما صورناهاش ولا جبناها. غير ممكن يكونوا عشر. انا بص 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 جسمك بدا يمشي. بص بص دي، بص الزناد ده، بص الزناد ده، بص انا عايزك بس تشوف ده. بص بص ده لسه في تاني. بص بص لسه بيلعب. بص 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 بص, بص. والله بيمشي جرام سم بيعمله. احنا والله مش بندور على الجرامات، احنا بص بص لسه ايه؟ لسه بص بيتحرك. دي بتاعت الجمعه اللي لقيناها جوتي. لا دي اللي لقيناها عند النخل دي. والكبيره اللي هناك دي اللي كانت جوه. اوعى اصبعك دي على فكره ممكن تنسى. سيبها بقى ايدك. هات شوية بنزين حطهم عليهم ولا بنزين. خلصوا اللي بيعملوه اللعب ده ولا بتاخد بنت عشان يا محمد انور؟ هنشرب الشاي ونروح عمارتكم.